صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وهنبتدي النهاردة معاكم كلامنا ومواضيعنا بمباراة امبارح لمنتخبنا الوطني الأول. امبارح منتخب مصر للأسف خسر قصاد منتخب تونس ب3 أهداف مقابل هدف بعد أداء ممكن نقول عليه إن هو كان أداء متباين ما بين شوطين المباراة. كان فيها طبعا الفريق التونسي هو الأفضل في ظل غياب كمان نجوم منتخبنا عن مستواهم اللي معروف عنهم. مستر فيتوريا ابتدأ المباراة بتشكيل منطقي جدا وفقا طبعا للمجموعة اللي كانت معاه في المعسكر. كان في حراسة المرمى محمد أبو جبل قصاده الثنائي علي جبر وحسام عبد المجيد، في اليمين عمر كمال، في الشمال أحمد رمضان بيكهام، قصادهم كمان في خط الوسط لعب بالثنائي طارق حامد وحمدي فتحي، وبعد كده كان في الثلاثي محمد صلاح عمر مرموش أحمد سيد زيزو، قصادهم مهاجم وحيد وهو مصطفى محمد. منتخب مصر استقبل هدفين عن طريق عيسى العيدوني في الدقيقة الثالثة وحمدي فتحي في مرمى بالخطأ في الدقيقة الثامنة، ولكن مع نهاية الشوط الأول قدر منتخب مصر أن هو يسجل هدف جميل جدا لعمر كمال في الدقيقة 35، وكنا نقدر طبعا أن احنا نسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط اللي انتهى بتقدم تونس بهدفين مقابل هدف. في الشوط الثاني محاولات لمنتخب مصر أن هو يرجع مرة تانية للمباراة، هجمات مرتدة للمنتخب التونسي لحد ما قدر حمزة رفيعة أن هو يعني يسجل الهدف الثالث عشان تخسر مصر بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة الودية واللي جمعت ما بين المنتخبين المصري والتونسي. تعالوا بقى نروح للتصريحات اللي طلعت بعد اللقاء ده، واكيد اهمها كان التصريح الخاص بمستر فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول اللي اتكلم وقال ان هو بيكره الخساره وان هو كمان فخور جدا باللعيبه لعيبه منتخب مصر اللي هم يعني قدروا ان هم يقدموا من وجهه نظره مباراه كويسه جدا في ظل الظروف الصعبه. تعالوا نروح للفقره دي ونشوف يعني تصريحاته كانت عامله ازاي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول امبارح، اللي قال ان ودية تونس كانت مفيدة جدا برغم الخسارة ب3 أهداف مقابل هدف. المباراة كانت تحدي كبير جدا، الأهداف المبكرة للفريق التونسي أثرت أكيد على سير اللقاء وعلى منتخب مصر اللي ما بدأش بشكل كويس، ومن الصعب ان انت تبدأ مباراة وتخسر 2-0، لكن الفريق لعب بشكل رائع وكنا نقدر ان احنا نتعادل في الشوط الأول، حاولنا ان احنا نعدل في النتيجة برغم ان احنا غيرنا من أسلوب اللعب، لكن كل لاعب أدى دوره بشكل كويس جدا. في الشوط الثاني الريتم كان أقل وكان برضو بيتكلم زي ما قلت لكم وقال إن هو بيكره الخسارة ولما بيخسر بيحب إن تكون الأسباب يعني من عنده هو ما يحملهاش للعيبة. اتكلم وقال أنا بشكر اللعيبة على مستواهم وعلى الظروف الصعبة جدا، اللعيبة دي أول مباراة ليهم لأن الموسم لسه أصلا ما ابتداش والدفاع كمان خط الدفاع أول مرة بيلعب مع بعضه. أنا سعيد جدا بشخصية اللعيبة وبشخصية الفريق ومنتخب تونس، أكيد منتخب قوي جدا معظم العناصر اللي فيه أو كلهم كمان بيلعبوا في أوروبا وجايين من منافسات ولعبوا الماتش كأنه نهائي، ودي أكيد حاجة مفيدة لينا. كمان فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هيجتمع خلال الايام اللي جايه دي مع مساعديه عشان يقيم اداء المنتخب قصاد اثيوبيا وقصاد كمان تونس ويحدد ايجابيات وسلبيات معسكر سبتمبر. فيتوريا كمان هيناقش مع المساعديه مطالب الجهاز الفني في معسكر اكتوبر اللي جاي، كمان هيطلب من اتحاد الكوره ان هم يوفروا وديات وان كل اللعيبه المحترفين والمحليين يكونوا متواجدين خلال المعسكر القادم من اكتوبر. فيتوريا كمان هيحدد مين من اللعيبة اللي ضمها لأول مرة للمنتخب في معسكر سبتمبر هيكمل معاه الفترة اللي جاية دي، ومين برضو هيكون خارج حساباته في معسكر القادم معسكر أكتوبر. تعالوا نروح برضو لبعض التصريحات المهمة اللي أكيد خرجت بعد لقاء امبارح بعد لقاء منتخبنا الوطني الأول قصاد منتخب تونس الودي، اللقاء اللي انتهى لصالح المنتخب التونسي ب3 أهداف لهدف. المسكني اتكلم امبارح وكمان كان بيتكلم بالخصوص عن تلقي لعرض من الدوري المصري. يوسف المسكني لاعب منتخب تونس والعربي القطري كشف حقيقة تلقي لعرض من الدوري المصري، قال المسكني ارتبط بعقد مع
العربي القطري ومستمر لموسمين، وسبق وتلقيت قبل كده عروض من الدوري المصري، ودلوقتي انا مرتبط بعقد مع العربي القطري وما عنديش اي عروض في الوقت الحالي من الدوري المصري. الدوري المصري اكيد هو نقطه تحول لكل لاعب تونسي، ده طبعا اضافه كبيره لسيف الجزيري وفرجاني ساسي وعلي معلول، واللي سجل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي ومن افضل التوانسه اللي موجودين في الدوري المصري. ده فيما يخص مباراة امبارح، المباراة الودية اللي جمعتنا بمنتخب تونس، وخلاص كده يعني امبارح بشكل كبير جدا اكتملت رسميا المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية الـ 24 منتخب. تعالوا نتعرف سريعا على المنتخبات اللي تأهلت خلاص من كل مجموعة. المنتخبات اللي تأهلت لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، هنلاقي في المجموعة الأولى نيجيريا وغينيا بيساو، المجموعة الثانية فيها بوركينا فاسو والراس الأخضر، والمجموعة الثالثة فيها ناميبيا والكاميرون، والمجموعة الرابعة فيها مصر وغينيا، المجموعة الخامسة غانا وأنغولا، المجموعة السادسة فيها الجزائر وتنزانيا، المجموعة السابعة فيها مالي وغامبيا، المجموعة الثامنة فيها زامبيا وكوت ديفوار، والمجموعة التاسعة فيها الكونغو الديمقراطية وموريتانيا، المجموعة العاشرة فيها تونس وغينيا الاستوائية، المجموعة الحداشر فيها جنوب إفريقيا والمغرب، والمجموعة الاتناشر فيها السنغال وموزمبيق. وإن شاء الله أكيد بنتمنى إن احنا نشوف يعني بطولة قوية كالعادة.